احنا نتعامل مع كل القوى السياسيه، ويعني سميها مقاومه او سويها حشد او هذا، هي جهات رسميه هي تعمل في داخل المجتمع العراقي رسميا، والدوله تعترف فيها، الدوله تعترف تعرف اننا نلتقي، وهم يعرفون ذلك ولا ينكرون علينا ذلك، وقيادتنا تعرف ذلك ولا تنكر علينا ذلك، وبالتالي نحن لا نقوم بشيء تحت الأرض ولا نلتقي بجهات ليس معترفا بها، وبالتالي نحن يعني ليس لدينا حرج ولا مشكلة في الالتقاء، لأننا نلتقي مع هاينا بالهواء الطلق، لأنه شيء ما ترى فيه. تاريخيا فلسطين تعول على العراق، أقول لك أنا صغير كانوا أبائنا وأجدادنا بيقولوا أن الذي سيحرر فلسطين هي قوة قادمة من الشرق تحمل أعلام سوداء، وقائدها اسمه أحمد، مش أنت بس، وهو من قرية تسمى أم رصاص. طريق القدس يمر من كربلاء، فأم رصاص في مكانين أم رصاص بالعراق، واحدة في البصرة في جزيرة أم رصاص، وواحدة خلصت الحلقة، نعم، فبالتالي هذا هو الرهان الفلسطيني.